بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة شهادة الثانوية العامة، إن شاء الله نكمل مع بعض حل الاختبارات والامتحانات. إحنا هنشتغل في نظام البوكلت، هنحل النهاردة هنحل النموذج الدور الثاني الجبر والهندسة الفراغية الدور الثاني 2019. إحنا حلينا في الفيديوهات اللي قبل كده الدور أول 2019 جبر وهندسة فراغية، وحلينا التفاضل والتكامل 2000 دور أول برضو 2019. هنكمل النهاردة من نماذج البوكلت بتاع المعاصر، هنحل الدور الثاني 2019. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أجب عن الأسئلة التالية. بيقول لنا الحد الأخير في مفكوك، الحد الأخير في مفكوك 2 ناقص سين كل أس 5 في 2 زائد سين كل أس 5 هو. احنا هنا النون بخمسة، هنا النون بخمسة، يبقى طيب عاوزين نعدل شكلها كده شوية. يبقى هناخد الخمسة عامل مشترك بهذا الشكل، ويبقى اللي جوه يصفالي كأنه حاصل ضرب كوسين مترافقين. حاصل ضرب ايه؟ كوسين مترافقين. يبقى عبارة عن 2 ناقص سين في 2 زائد سين. طب كده كوسين مترافقين يبقى عبارة، نحافظ على القوس اللي هو أس 5، حاصل ضرب كوسين مترافقين مربع الأول ناقص مربع الثاني ناقص السين تربيع، ناقص السين تربيع. طيب اما احنا عاوزين الحد الاخير، عاوزين الحد الاخير هنا نون بخمسة، يبقى اذا ح ايه 6 يبقى يساوي 5 قاف 5 في الثاني سالب سين تربيع، سالب سين تربيع في الاول 4 اس الايه الفارق. طيب ده ايه؟ ده كده عبارة عن مازال لسه أس 5. طيب يبقى ده هيساوي، نيجي نفك الكلام ده. طيب يبقى دي 5 قاف 5 كل أس 5. طيب احنا هنا عاوزين قيمته، يبقى هنا 1 يبقى عبارة عن سالب سين، سالب سين تربيع كل أس 5، يعني هيساوي الأس هنا، الأس هنا أس الأس يتضرب، يبقى عبارة عن سالب سين أس 10 في الحالة دي. إذن الأس زوجي هيشيل الإشارة، يعني هيساوي سين أس 10، سين أس 10. يبقى نختار الإجابة دال، يبقى نختار الإجابة دال. نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي اذا كان المتجه الف بالشكل اللي قدامنا ده 3 و سالب 2 وميم ومعياره ب 22 فان الميم بكام؟ طيب طالما انت عاطيلي المتجه وعاطيلي المعيار، ما انا عارف ان المعيار، معيار اي متجه، عارفين ان معيار المتجه الف معياره طبعا هيساوي الجذر التربيعي لمربع القيمة الأولى مربع التلاتة 9 زائد مربع السالب 2 4 مربع الميم بميم تربيع، بميم ايه تربيع. الكلام ده بيساوي المعيار اللي هو عطهولي، عطهولي بجذر 2 وايه 20. طيب كده بالتربيع هنشيل الجذر مع الجذر، اصبح 9 و 4 13، 13 زائد الميم تربيع يساوي كام؟ 22. يبقى الميم تربيع يساوي 22 ناقص، نجيب ال 13 هنا الجهة التانية بإشارة مخالفة، يبقى ناقص 13، يبقى الميم تربيع بتساوي ايه؟ 9. وبالتالي اذا الميم في الحالة دي، اذا الميم هتساوي موجب وسالب 3، موجب وسالب 3. يبقى الإجابة نمرة جيم، الإجابة نمرة جيم. في السؤال الثالث بيقول لي اذا كان ا ب ج د متوازي اضلاع، ده متوازي اضلاع،
بهذا الشكل. طيب لو انا رسمت هنا المتوازي الاضلاع اهو، هنسمي دي الف باء جيم دال. هو هنا بيقول لي الف باء، يبقى السهم اهو متجه من الف ناحيه باء، والف دي والف دال هنا الف دال، واعطي لي الالف باء واعطي لي مين الالف دال، طبعا الاثنين خارجين من نقطه واحده، فان مساحه متوازي الايه الاضلاع. طب ما احنا عارفين ان مساحه متوازي الاضلاع هي عباره عن المعيار بتاع حاصل ضرب ايه طول الضلعين دول. طيب معنى كده ان انا عاوز اجيب المساحة، هنقول له اذا مساحة المتوازي الاضلاع ما هي الا عبارة عن معيار حاصل ضرب الالف باء في هنا ضرب اتجاهي في الف دال، الف باء في الف دال. طيب يبقى احنا عاوزين نجيب ايه المعيار. طيب يبقى انا اجيب الاول حاصل الضرب الاتجاهي ونشوف ونجيب له المعيار الاول، نقول له هنجيب المتجه الف باء ضرب اتجاهي المتجه الف دال، ده يساوي ايه؟ طبعا ده هيساوي هنا محدد في الاتجاه السيني والصادي وهنا العين، ونفرغ المركبات دي، نبدأ بالف ب الاول، طالما بدأ بالف ب الاول تكتب اتنين، المركبات بتاعته اتنين اتنين سالب واحد، اتنين اتنين سالب واحد، الف الف دال الف دال بسالب واحد واثنين وسالب ايه تلاتة. طيب اما نيجي نحسب هذا حاصل الضرب ايه الاتجاهي، ده هيساوي نشوف ايه في اتجاه السينات، نفك كده نحذف صف نحذف عمود، يبقى كده سالب ستة، كده سالب ستة زائد اتنين يبقى سالب اربعة. طيب ناقص الصاد نحذف صف نحذف عمود، يبقى عبارة عن سالب ستة سالب اتنين، سالب ستة سالب واحد، سالب ستة سالب واحد يعني تبقى كام؟ يعني تبقى سالب سبعة، زائد نشوف اللي في اتجاه اللي في اتجاه المتجه عين، نحذف صف نحذف عمود، يبقى كده اربعة ناقص ناقص، يبقى اربعة زائد اربعة واتنين، اربعة وكام واتنين يبقى ستة. تمام؟ يعني ده يساوي سالب اربعة في اتجاه السينات، سالب في سالب بموجب يبقى زائد سبعة في اتجاه الصادات، زائد ستة في اتجاه العين، زائد ستة في اتجاه العين. كده احنا جبنا نكتبها بقى في الصورة كأنها صورة احداثية، يبقى عبارة عن سالب اربعة والسبعة وسبعة وستة، يبقى دي حاصل الضرب الايه الاتجاهي. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين المعيار، نقول له اذا معيار الف ب ضرب الف دال، حاصل الضرب ده احنا جبناه سالب اربعة وسبعة وستة، عاوزين المعيار بتاعه، يبقى المعيار هيساوي الجذر التربيعي لتربيع المركبات دي، تبقى ستاشر، سبعة في سبعة تسعة واربعين، زائد الستة في ستة بستة وايه وتلاتين، يساوي جذر التربيع نجمع ستة وتسعة خمستاشر، خمستاشر وده ستة يبقى واحد وعشرين، واحد ومعنا الاثنين، تلاتة تلاتة سبعة، سبعة وتلاتة ايه عشرة، يعني اذا بيساوي جذر ايه 101، جذر 101 يبقى نختار له الإجابة دال، يبقى نختار الإجابة دال. طيب نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي أجب عن أحد السؤالين الآتيين فقط، بس احنا هنجاوبهم طبعا. بيقول لي أوجد المركبة الاتجاهية للمتجه ألف ب في اتجاه ميم، المركبة هنا الاتجاهية، خلي بالنا من الكلمة دي مهمة جدا، وعطينا ألف وعطينا ب وعطينا الميم، هنا وعايز المركبة الاتجاه للمتجه ألف ب، ألف ب وعطيلي البداية والنهاية للمتجه ألف ب، وعاوزين في الاتجاه مين؟ في الاتجاه في اتجاه الميم. طيب ما احنا عارفين ان لما نيجي نجيب المركبة الاتجاهية بالذات، يبقى اذا عاوزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب المطلوب، عايزين نجيب ألف ب، ألف ب ضرب المتجه ميم على معيار ألف ب في معيار الميم، في معيار الايه؟ في معيار الميم. دي كده المركبة الجبرية، لكن احنا عايزين المركبة مين؟ المتجهة، يبقى لازم تقول في المتجه على معياره، في المتجه على ايه معياره، في المتجه على معيار، يبقى دي هنجيب البسط والمقام ونعوض،
طيب يبقى مطلوب مني مين؟ مطلوب مني ألف باء سهلة ومعياره، ألف باء ومعياره ونعوض. نقول له إذن ألف باء دي عبارة عن ب ناقص الألف، ب ناقص الألف، نطرح ب ناقص الألف يبقى دي 3 ناقص 2 يبقى 1، بعد كده 1 ناقص 1 يعني 0. هنا 2 جذر 3 ناقص جذر 3 يبقى جذر 3، يبقى جذر ايه 3. كده انا جبت مين؟ جبت ألف باء. طيب محتاجين بقى نجيب البسط، نضرب ألف باء في ميم، نقول له إذن أو نعوض بقى على طول، نقول له إذن المركبة، نعوض على طول، المركبة الاتجاهية، المركبة الاتجاهية للمتجه ألف باء في اتجاه ميم هيساوي، هتساوي، نعوض على طول، أدي شرطة كسر بهذا الشكل، نعوض تعويض بقى عادي، الألف باء قدامي أهي، الألف باء أهي، هضرب الألف باء عشان تبقوا عارفين، هضرب الألف باء في الميم، هضرب الألف باء في الميم، الألف باء نكتبها، يبقى عبارة عن 1 و0 و3 ضرب قياسي. الميم هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 و2 و2 جذر 3 واتنين جذر 3. طيب هنقسم على ايه؟ بنقسم على جذرين، او ممكن نعمل هنا معيار ميم وهنا معيار ميم، ممكن نعملها معيار ميم كل تربيع يعني ما نكتبش الجذر. يبقى اذا او اعملها لكم خطوة خطوة اهو، يبقى عبارة عن معيار الميم، معيار الميم يبقى نيجي نشوف معيار الميم 3، أكد بس دي 3 ولا دي 2، 3 ماشي. طيب على احنا نقول عاوزين نجيب معيار الميم، يبقى اذا تربيع المركبات، تربيع ايه المركبات، طيب يعني هتساوي، هتساوي تربيع الثلاثة 9، تربيع الاثنين 4 زائد تربيع 2 جذر 3 يبقى دي 4 في 3 بكام؟ ب 12، ب 12. يعني اذا ده يساوي ده، كده احنا جبنا ايه؟ ده المركبه، ده كده جبنا البسط على المقام ده اهو، باقي نضرب في ميم في المتجه ميم، كل ده هيطلع رقم، ما ننساش ان احنا هنضربه في المركبه بتاعته اللي هي ميم، اللي هي 3 و2 و2 جذر 3، 3 و2 و2 جذر 3. طيب ده هيساوي ايه؟ ده يساوي في الاخر خالص لما تصفيها هتساوي معاك، هتساوي هنا ادي 13 12 12 يعني ايه 25، يعني هتساوي في البسط هيدي 9 على 25 في اتجاه المتجه، يبقى 3 و2 و2 جذر 3. كده جبنا له ايه؟ كده جبنا له المركبة الاتجاهية للمتجه ألف باء في اتجاه ميم، يبقى 9 على 25 بهذا الشكل، 3 و2 و2 جذر 3. ممكن ايه تعمل ايه؟ سيبها كده ماشي، او تضرب التلاتة في 9 بتبقى ب27 على 25، تضرب الاتنين، تضرب الاتنين في، تضرب الاتنين في 9 يساوي كام؟ 18 على 25 يدي 18 جذر 3 على 25. طيب نيجي نشوف السؤال الثاني، السؤال الثاني ده هنا بيه بيقول لي اذا كان المستوى، اذا كان المستوى 2 س ناقص ص ناقص 2 ع زائد 12 يساوي 0، يقطع الكره، يقطع الكرة س زائد 3 تربيع زائد ص زائد 2 كل تربيع زائد ع ناقص 1 كل تربيع يساوي 15، فأوجد مساحة المقطع. يبقى أنا عندي مستوى، عندي هنا مستوى بيقطع كرة، مستوى بيقطع كرة، فعاوزين نجيب مساحة مقطع الكرة اللي هي إيه؟ حصل لها إيه تقاطع، يبقى هينتج إيه دايرة. نيجي نشوف نحلها في الحتة الجزئية دي. طيب تقريبا، طيب نحلها في الجزئية دي ماشي. تعال بقى نشوف، طيب ولو ان دي مش هتكفي، طيب ماشي.
عشان بس اشرح لكم لانها مهمة. اذا كان المستوى 2 س ناقص ص ناقص 2 ع زائد 12 يساوي صفر، ده المستوى. المسألة دي نحلها ازاي؟ بيقول لي ان في عندي كرة، ادي كرة بهذا الشكل، والكرة دي قطعها مستوى، اتقطعت من هنا كده، قطعت مستوى، فقطعت المستوى هيعمل لي ايه؟ زي دايرة بهذا الشكل. ركز معي، يبقى دي مركز الكرة، دي مركز الكرة، وده مركز المقطع اللي هو نقطة تقاطعهم مع بعض، فحصل هنا مركز للدايرة دي، في فرق بين المركز الدايرة دي ومركز دي، فنوصل بهذا الشكل. ونص قطر الكرة اهو، نص قطر الكرة اهو. في الحالة دي، في الحالة دي احنا عايزين نجيب مساحة الدائرة دي، مساحة الدائرة دي. عشان اجيب مساحة الدائرة دي يبقى محتاج اعرف النقطة ده كام، ومحتاج اعرف ده كام. النقطة دي هي مركز الكرة، نطلعها هنا، هو عطيلي مركز الكرة، عطيلي مركز الكرة، نطلع مركز الكرة. مركز الكرة عبارة عن سالب معامل سين، يبقى نقول له المركز ميم بتساوي المركز سالب نص معامل سين، يبقى سالب 3 وسالب نص معامل صاد وسالب نص معامل عين، ده المركز. يبقى ده المركز، ده المركز ميم اللي انا جبتها، خلي بالكم. ماشي. طيب محتاجين نجيب النق، محتاجين نجيب النق برضو عشان اعرف النص القطر بتاع الكرة. طيب انت عارف ان ده النق عبارة عن ايه؟ النق عبارة عن الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لمربع القيم دي، مربع التلاتة 9 زائد 4 زائد 1 ناقص مين؟ ناقص هي هنا هتدخل بسالب، يبقى زائد 15، زائد 15 كده. يعني معنى كده يعني اذا النق في الحالة دي هيساوي جذر 15. النق هنا طلع بجذر 15، النق ده بجذر 15، وعندي دي النقطة موجودة اهي بهذا الشكل. محتاجين نجيب ده. ليه محتاجين نجيب ده؟ لأن عاوزين نجيب نص قطر بتاع الدايرة دي، بتاع المقطع ده، عاوزين نجيب نص القطر. يبقى أنا محتاج أجيب دي من فيثاغورس، أعرف الوتر، أعرف ده الضلع ده، الارتفاع العمودي ده، واجيب دي من فيثاغورس عشان تبقوا فاهمين هنعمل ايه. طيب عاوزين نجيب الوقت، عايزين نجيب البعد ده، هنجيبه ازاي؟ عندي معادلة مستوى، عندي معادلة مستوى وعندي نقطة، معادلة مستوى ونقطة، يبقى احنا عايزين نجيب ادا المستوى وادي النقطة، يبقى احنا عايزين نجيب اللام هنا، طول العمود الساقط من نقطة على المستوى. احنا عارفينه ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي مقياس على جذر، بيساوي المقياس على جذر بهذا الشكل. طيب لما نحسب ديت هنعوض ازاي؟ هنعوض نضرب 2 في سالب 3، 2 في سالب 3 يبقى سالب 6. ماشي. وبس بعدين كده سالب 1 في سالب 2 يبقى موجب 2، وبعد كده سالب 2 في 1 بسالب 2 ماشي زائد 12 على مربع المركبات دي، يعني مربع الاثنين 4، مربع السالب 1 1، مربع الاثنين برضو كام؟ 4. يعني هتساوي نشوف هنا المقياس، القيمة الموجبة، يعني الاثنين راحت مع الاثنين، يعني يطلع 6 على جذر كام؟ جذر 9، على جذر 9، يعني هيساوي 6 على جذر 9 كام؟ 3، يعني هيساوي 2. طلعت ب 2، يبقى هذا البعد طلع ب 2، وده جذر 15، يبقى من فيثاغورس نجيب دي، نجيب نص القطر نسميه نق 2 مثلا، يبقى اذا نق 2، اذا نق 2 هيساوي الجذر التربيعي مربع جذر 15 هيبقى 15 ناقص مربع البعد اللي جبناه اللي هو ب 2 يعني ب 4، يعني اذا هيساوي جذر 11. جذر كام؟ 11.
يبقى احنا جبنا نص قطر الدايرة ده اهو جذر 11، خلاص عاوزين مساحة الدايرة. بما ان مساحة الدائرة او مساحة المقطع الدائري، الدائري اللي احنا جبناه ده عبارة عن ايه؟ مساحة الدايرة معروفة باي نق تربيع، باي نق تربيع. طب النق بكام؟ النق جبناه بكام؟ بجذر 11. اما نيجي نربعها يبقى الجذر يروح، يعني يبقى 11 باي، يبقى اذا ب 11 باي. مسألة جميلة جدا وفيها فكرة. يبقى احنا ايه؟ ب 11 باي. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الخامس، السؤال الخامس جايب لي ألف ناقص دال، ألف ناقص دال بأوميجا على ألف أوميجا تربيع، على ألف أوميجا تربيع ناقص دال، ناقص دال. طيب هنا ناقص أوميجا تربيع يبقى بسيطة ما فيش فيها حاجة، دي هتساوي هنضرب الألف بس دهيت في أوميجا تكعيب، في أوميجا تكعيب نضرب دي في أوميجا تكعيب بس، وناخد الأوميجا عامل مشترك، يبقى دي هتساوي شرطة كسر، شرطة كسر. هناخد الأوميجا كمان بالمرة مشترك، هيتبقى لي نفس المقام بالظبط. يبقى إذا ألف أوميجا تربيع ناقص دال مقام ألف أوميجا تربيع ناقص دال، ناقص أوميجا تربيع نسيبها زي ما هي. يبقى ده هيساوي، ده هيساوي، ده هيروح مع ده، ده يختصر مع ده، فهيتبقى أوميجا ناقص أوميجا إيه؟ تربيع. يعني إحنا عارفين إن ده هيساوي موجب وسالب جذر إيه؟ 3 ت. موجب وسالب جذر 3 ت، يبقى نختار الإجابة باء، يبقى الإجابة باء. نشوف السؤال السادس. عايزين جيب تمام اتجاه المستقيمات دي، جيب التمام، جيب تمام المستقيم إيه؟ جيب تمام، بقول لنا جيوب تمام الاتجاه للمستقيم الذي يمر بهذا بالنقطتين دول. طيب في مستقيم بيمر بالنقطتين دول، احنا عايزين نجيب جيوب تمامه. جيوب تمامه عاوزين يعني متجه اتجاهه، عاوزين متجه ايه؟ اتجاهه. طيب اما احنا نجيب متجه اتجاهه يبقى انا عاوز اجيب الف ب الاول. هو لو سمينا دي الف والنقطة دي باء، يبقى نجيب ألف باء هو عبارة عن إيه؟ ألف باء بيساوي ب ناقص الألف، يعني هيساوي 10 ناقص 4 هيديني سال ب ناقص الألف الب الأول، يبقى يدي سالب 6 وسالب 2 وسالب 3، دي ناقص دي، دي ناقص دي، ماشي، دي النقطة دي ناقص النقطة دي. طيب جبنا الألف باء في الحالة دي، يبقى هنا في انت شايف هنا سالب وسالب وسالب، هو ده عبارة عن متجه اتجاهه برضو، يبقى نقدر هي هي بالظبط دي يساوي هي هي، لو هي 6 واتنين كأن خد سالب مشترك وتلاتة وايه وتلاتة، دي هي دي طالما متجه اتجاهه خدت منه مشترك، يعني ايه لو كان 5 ممكن ناخد 5 وهي هي، دي حالة التوازي. يبقى اذا جيوب التمام، اذا جيوب التمام ما هي الا المتجه ده على معياره، ما هي الا هذا المتجه على معياره، يعني ايه؟ 6 و2 و3 على معياره، على معياره. طيب على معياره يبقى مربع ال6 36، مربع ال2 4، زائد مربع ال3 كام؟ 9، يعني هتساوي نفس المتجه اللي هو 6 و2 و3 على 6 و2 و3 على 36 و13 يبقى كده 49، يبقى جذر 49 يعني كام؟ يعني 7، يعني هيساوي وزع بقى 6 على 7 يبقى 6 على 7 و2 على 7 و2 على 7 و3 على 7 و3 على 7، يبقى هي ده جيوب التمام، ده جتا في الاتجاه السين، ده جتا الصاد، ده جتا في ستة في اتجاه العين، يبقى نشوف الإجابة إن هي، يبقى الإجابة جيم، يبقى الإجابة جيم. طيب نشوف السؤال اللي بعده عشان الوقت الفيديو ما يطولش. إذا كان المستقيم عندي هنا مستقيمين سين زائد 2 على 6 وصاد ناقص 1 على ميم وعين ناقص 1 على 3، عمودي، عمودي على هذا المستقيم سين ناقص 9 على سالب 2 وصاد زائد 8 على 1 وعين يساوي 3، فإن الميم بكام؟ نقول له طالما أنت عمودي
يبقى معنى كده نقول له بما ان المستقيم الاولاني عمودي على المستقيم الثاني، يعني معنى كده ان متجه اتجاه هنا ضرب قياس المتجه ده يساوي صفر، يبقى نقول له نجيب ه واحد. ه واحد عبارة عن ستة، المقامات دي ستة وميم وثلاثة. طيب نجيب ه اتنين، نقول له ه اتنين المقامات دي طالما هي متظبطة يبقى عبارة عن سالب اتنين وواحد وصفر وصفر. طيب نقول لهم بما ان هما متعامدين يبقى حاصل الضرب ايه، يعني نقول له نكتب هنا اذا ه واحد ضرب قياسي ه اتنين يساوي صفر، اذا الضرب بيساوي ايه صفر. يبقى نضرب المركبات المناظره، ستة في سالب ده في سالب اتنين يدي سالب اتناشر، ميم في واحد يبقى زائد الميم، تلاتة في صفر بصفر يبقى بساوي النتيجة بتساوي صفر. هننقل الاتناشر الجهة التانية بإشارة مخالفة تبقى الميم بتساوي موجب ايه اتناشر، يبقى الميم بتساوي موجب اتناشر، يبقى نختار الإجابة باء، يبقى نختار الإجابة ايه باء. شوف السؤال اللي بعده، في مفكوك اتنين سين زائد تلاتة سين تربيع كل أس عشرين حسب قوة سين التنازلية إذا كان ايه، بيقول لي هنا ح تسعة يساوي ح عشرة فأوجد قيمة سين. طيب هنا بقول لي دي مفكوك وعطيلي حدين بيساووا بعض، طالما انت عطيلي حدين يساووا بعض يبقى هو هنا مفتاح الايه، مفتاح الحل بالنسبه لنا. هنبدا بايه؟ هنقول له بما ان انت قايل لي ان ح 9 بتساوي ح 10، طب ما نقول ما نقسم الطرفين على ح 9 يعني، او ح 10 دي هيدي واحد يعني، هنقسم الطرفين على ح 10 يبقى على ح 10 اي نقسم الطرفين على ح 9، انا عايز ح 10 اللي فوق اللي في البسط، يبقى ح 10 على ح 9 يساوي موجب ايه، يساوي موجب واحد، هما عددين بيساووا بعض ما تقسمهم على بعض هيدي واحد، ماشي ما فيش فيها حاجه يعني. نطبق هنا، انا عاوز اوصل بس للايه للنسبه بين الحدود، يبقى دي عباره عن ايه، نون ناقص نون، عندي خلي بالك نون ب 20 اكتب لك القاعده هنا، يبقى نون ناقص ر اللي تحت زائد الواحد على ايه ر في الثاني على الاول، الثاني على الايه الاول. نطبق بقى، يعني هيساوي هنا النون ب 20، خلي بالك النون ب 20، يبقى 20 ناقص 9 زائد واحد على 9 على ايه على 9 في الثاني بايه، الثاني ب 3 على س تربيع، ده الثاني على الاول اقلبه يبقى إذن واحد على اتنين ايه سين، واحد على اتنين سين في المفكوك، واحد على اتنين سين ده الاول وده التاني. طيب ده هيساوي ايه، هو قايل لي ان الكلام ده اصلا بواحد. طيب في الحالة دي يبقى هنا عشرين واحد وعشرين يبقى شيل تسعة، يبقى هنا في الحالة دي هيساوي ايه، يبقى اصبح هنا طيب يعني هتبقى في الباسط، في الباسط هيدي كام، هيدي طيب واحدة واحدة كده ايه، تسعة من عشرين ادي حداشر، حداشر واحد يبقى اتناشر، واحدة واحدة اتناشر على تسعة ضرب تلاتة في واحد على سين تكعيب، واحدة على سين ايه تكعيب، الكلام ده مازال بيساوي ايه واحد. طب نختصر بقى، على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها التلاتة، اتناشر على التلاتة فيها الكام، يبقى فيها ايه الاربعة، اربعة على سين تكعيب بالمرة، اربعة على سين تكعيب ماشي، احنا هنا عشان ما ننساش حاجة، على التلاتة فيها التلاتة فيها التلاتة، يبقى هنا اتناشر على التلاتة فيها الاربعة، يبقى اربعة على سين تكعيب ايه، ما غلطنا في حاجة ولا ايه. طيب نراجع تاني كده بسرعة، نون ناقص ر ماشي اتناشر مظبوط، تلاتة مظبوط، يبقى هنا في الاتنين دي، في الاتنين دي، في هنا الاتنين ده اهي، يبقى في الاتنين دي ماشي، يبقى في هنا اتنين، يبقى اذا احنا قلنا ايه اتناشر على التلاتة فالاربعة هنا دول كده باربعة، اربعة دي تختصر مع الاتنين دي يبقى اتنين، يبقى دي عبارة عن اتنين، يبقى اتنين على سين تكعيب يساوي موجب ايه واحد،
في الحالة دي يبقى السين تكعيب يساوي موجب ايه؟ 2. في الحالة دي إذن السين بتساوي الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي لاتنين. طيب كده الوقت هو عاوز قيمة السين وجبنا له قيمة السين، فأوجد قيمة السين، فأوجد قيمة السين. بيقول لي بعد كده ثم أوجد رتبتي حدين متتاليين، عايزين رتبتي حدين متتاليين في هذا المفكوك بحيث تكون النسبة بينهم بين الحد دي والحد اللي بعده اللي هتجيبه كنسبة 8 على ايه؟ كنسبة 8 على ايه؟ على 15. طيب نحل دي ازاي؟ هو بيقول لي اي حدين، اي حدين، تعال نفرض ان الحدين الحد الاولاني هو حاهر زائد الواحد على اللي قبله يبقى على حاهر. انت بتقول لي الكلام ده ب 8 على ايه؟ على 15. طيب يبقى هنا حاهر زائد الواحد وهنا حاهر. طيب لما نيجي نعوض بنفس ما عوضنا زي دي كده يبقى النتيجة هتبقى 21 ناقص ر على ر يساوي 5 على 2. في الحالة دي يبقى الر هتطلع بكام؟ الر هتطلع ب6. إذن الحدان أهم هيكونوا الر ب6 يبقى هو الحد السادس واللي بعده يبقى هما دول الحدين اللي النسبة بينهم 8 إلى 15 زي ما هو قايل. طيب رجع قال إيه؟ جابنا رتبتين، رتبة هي والحد الستة والحد السابع. رجع قال واثبت أن المفكوك، واثبت أن المفكوك لا يحتوى على حد خالي من سين. عشان ما يكونش المفكوك ده حد خالي من سين يبقى إذن نجيب حهره اللي هو التقليد الطبيعي، نجيب حهره بيساوي نجيب حهره عادي نحلها مثلا نقول 20 كاف ريه، 20 كاف ريه في 2 سين أس ريه في الثاني 3 على سين تربيع وكل أس الفرق 20 ناقص الريه. وتحل دي وتكمل عادي جدا. انت عايز ايه هنا؟ حد خالي من سين، هنجمع السينات لوحدها، انت يهمك هنا السينات بس، هتجيب الأس بتاع السينات و تسويه انت بالصفر. في الحالة دي هتجد ان النون طلعالك كاسر، طالما النون طلعالك كاسر يعني لا تنتمي لصاد موجب، اذن لا يوجد حل حد خالي من سين. نشوف مسألة تانية عشان الوقت الفيديو. عدد طرق اختيار عدد زوجي. طيب عدد زوجي وعددين فرديين من 4 أعداد زوجية، يبقى هنا عدد طرق اختيار عدد زوجي وعددين فرديين منين؟ من 4 زوج وخمسة فرد. طيب نقول له ايه؟ احنا عندنا هنا 4 زوجي، 4 أعداد زوجية، وعندي هنا 5 أعداد فردي. احنا عايزين ايه؟ عدد طرق، طبعا الترتيب مش مهم، فاحنا عايزين في الحالة دي اختيار عدد زوجي وعددين فرديين. ركز بقى، 2 زوج، عدد زوج واحد بس الزوج، الاعداد الزوجية كام؟ 4، 4 يبقى 4 عاوزين منهم واحد، و يعني في من الفردي قال لك 2، الفرد كله كام؟ 5، احنا عايزين منه 2 يبقى هو ده. طيب ما تيجي تحسب ده بقالة حاسبة يطلع دول او دي باربعة وده هنا 5 او بقالة حاسبة يطلع 10، الاربعة في 10 بكام؟ ب40، يبقى عندك 40 طريقة نختار الطريقة ايه؟ الف. طيب نشوف هنا السؤال نمرة 10، بيقول لي في السؤال نمرة 10 جايب لي اذا كان 9 كافر اكبر من 9 كافر ناقص الواحد، يعني توفيقتين بس واحد اكبر من الواحد. طب ما احنا نقسم على ايه؟ على دي، على الصغير، نقسم على الصغير عشان نخلي الكبير. يعني ايه نقسم على الصغير؟ يعني نقول له اذا تسعة قاف ر على 9 قاف ر ناقص الواحد، الكلام ده هيكون اكبر من مين؟ من الواحد. يعني 9 ناقص ر زائد الواحد على، احنا قلنا 9 ناقص الصغير ماشي، 9 ناقص الكبير هنا في التوفيق نجيب الكبير، على ر ناقص ايه؟ على ر بس، على ر
الكلام ده هيكون مازال اكبر منين؟ من واحد. طرفين وسطين عارض عامل مع المتباين عارض كأنها يساوي. اذا تسعة تسعة واحد دي تسعة واحد عشرة نجمع يبقى عشرة ناقص الره يكون اكبر من الره. يكون اكبر منين؟ من ره بهذا الشكل. يبقى اذا العشرة هتكون اكبر من اتنين ره. اتنين ره نقسم على الاتنين تبقى العشرة اكبر من الره. نقسم على الاتنين قلنا يبقى خمسة. خمسة اكبر من ره او الره اقل من الخمسة. لما نقرأ كده او نقرأ كده الخمسة اكبر من الره او الره اقل من الخمسة. نشوف الاختيار نقول الاختيار جيم. نختار الاختيار جيم. سؤال 11 اذا كانت عندي هنا معادلة كرة بهذا الشكل فاختار واحدة من دول. معادلة كرة جايب لنا معادلة كرة س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع يساوي زائد 4 س زائد ناقص 2 ص ناقص 6 زائد 11 يساوي صفر. هي معادلة كرة طول نص قطرها نق فإن اختار واحدة من دول. خلاص يبقى احنا عايزين نجيب الميم وعايزين نجيب النق. حلنا زيها كتير مفيش فيهاش صعبة يعني ولا حاجة. الميم سالب معامل س سالب نص معامل س. سالب نص معامل س تبقى سالب 2 وواحد وسالب ستة يبقى نصها وغير إشارة تلاتة. يبقى المركز طلع سالب اتنين وواحد وتلاتة. طيب نجيب النق. النق هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجذر التربيع مربع مركبات دي مربع السالب اتنين باربعة مربع الواحد واحد مربع التلاتة تسعة ناقص ما ننساش ناقص الدال هي موجب 11 يبقى سالب 11 يعني هيساوي الجذر التربيع نجمع 10 و4 14 نطرح 11 يعني هيساوي جذر 3 يعني جذر ايه 3 من ده النق. النق في جذر 3 يبقى احنا عايزين المركز سالب 2 1 3 سالب 2 1 3 يبقى لا ب لا ج لكن النق هي الفيصل يبقى هي الاجابه نمره باء. يبقى هي الإجابة نمرة باء. شوف السؤال اللي بعده عشان الوقت. السؤال 12 بيقول ضع العدد 4 زائد 4 جذر 3 ت في الصورة المثلثية ثم أوجد جذريه في الصورة الأسية. في الصورة الأسية نقول له تمام انت عطيني ان العين عبارة عن 4 زائد 4 جذر 3. طيب تعال نشوف ده موجب وده موجب. موجب موجب يبقى انت كده ربع ايه ربع اول. يبقى انت ربع اول. طالما ربع اول خلاص يبقى انت هتجيب اللام. اللام عبارة عن مربع المركبة الاولى 4 في 4 ب 16 مربع دي 4 في 4 ب 16 في 3 48 يعني عبارة عن 4 و 60 جذر 64 كده كام 8. طب محتاجين نجيب ايه؟ محتاجين نجيب السيتا وهي السيتا عبارة عن زا ماينس 1 للتانع الاول. يعني ايه التانع الاول؟ يعني الاربعة جذر 3 على 4. الاربعة جذر 3 على ايه 4 4 ما هتروح مع 4 يعني هتساوي جذر ايه؟ هتساوي جذر 3. طيب جذر 3 يبقى الزا الزا ماينس 1 بجذر 3 يبقى اذا الزاويه هنا في الحاله دي بكام؟ ز 60 بجذر 3 يعني اذا الزاويه ب 60. الزاويه ب 60 يعني باي على ايه؟ باي على 3. جبنا المقياس والسعه اذا نقدر نكتب له العدد في الصوره المثلثيه 8 في جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3 كده كتبناه له في الصوره الاسيه زي ما هو عايزه. طيب لو انت عايز تكتبه في الصورة دي المثلثية عايز تكتبه في الصورة الأسية برضو يبقى تساوي 8 ه باي على 3 ت. طيب بعد كده بقول لك أوجد الجذرين. طيب عشان تجيب الجذرين يعني محتاجين عين أسينوس. يعني محتاجين عين أسينوس. العدد قدامنا اهو عايزين عين أسينوس. طب جذر 8 ب 2 جذر 2 في هكتبها بقى مرة واحدة جتا باي على 3 زائد 2 نون باي جذور يعني كلا على 2 زائد زائد ت جا نفس الزاوية باي على 3 زائد 2 نون باي كلا على 2. طيب هنقول له ايه؟ يبقى انت محتاج كده تحط الره بصفر مرة ومرة تحط الره بايه؟ بواحد ونطلع الجذرين عادي جدا مفيش فيها اي مشكلة. يعني هي اصلا مفيش فيها اي مشكلة وهي مسألة سهلة وايه ومباشرة. طيب ننقل على المسألة اللي بعديها.
يعني انا سايب لك عشان انت تكملها، لان ما فيش فيها اي مشكله، حلنا زيها كتير جدا جدا، ما فيش فيها اي حاجه. طيب نيجي نشوف واحده تانيه، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي جا تا باي على 6 ناقص تي جا باي على 6. طيب احنا هنا عاوزين نظبطها في الصوره المثلثيه الاول. احنا عارفين ان الجتا ده ربع ايه الاول، الجتا موجبه السيني، السين موجب او السين موجب والصاد سالب، يبقى ربع رابع، يبقى ربع ايه رابع. في الحاله دي يبقى احنا هنقول له دي يساوي جتا سالب باي على 6 وزائد ت جا سالب باي على ايه على 6. طب هو بيقول لك هاتها لي في الصوره المثلثيه، اختارها لي. يعني من هنا يعني هتساوي ه اس سالب باي على 6 يعني ت طبعا، يعني نمره باء. الاجابه نمره باء. شوف سؤال تاني. عشان بس الفيديو ما يطولش. اوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط الايه المستقيم. عايزين الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم. طيب هنا في مسألة طبعا هنا برضو اتنست اهي، نبقى نعملها تاني، يبقى نعملها تاني في اخر الفيديو، او نعملها هي عادي، نعملها عادي. يبقى نقسم دي كده. احنا في السؤال 12، في السؤال 12 بيقول لي اوجد في ابسط صورة كاف ناقص كاف ناقص 1 على 1 زائد اوميجا زائد كاف زائد 1 في اوميجا تربيع كل اس 8. طيب عادي جدا، هنشيل الواحد ناقص الاوميجا دي ونعوض عنها بسالب اوميجا. يعني هنقول له ايه فكرتها سهله، يعني إيه فكرتها سهله، يعني بيقول لي هي قدامي ايه، هشيل واحد ناقص الاوميجا دي ونحط سالب اوميجا، يعني ده هيساوي كاف، كاف دي هنسيبها زي ما هي ما نقربش منها انا وقتي، ناقص البسط برضو زي ما هو، كاف ناقص الواحد على هنشيل واحد زائد الاوميجا ونحط سالب اوميجا تربيع، تمام، زائد ونكمل بقية المسألة عادي. يبقى كاف زائد الواحد ضرب الأوميجا ايه تربيع كل أس ايه كل أس 8 كل أس 8. طيب في الحالة دي يبقى دي هيساوي لما نضرب كله تعالى نسيب الكاف دي، شوف هنتصرف فيها ازاي. سيب الكاف دي ماشي زائد، وبقول لنا فيها اختصر، يعني جايب لي مسألة بهذا الشكل بقول لي اختصر، يعني صفيها بنشوفها تصفى على ايه. الكاف سيبها، يبقى هنا سالب اوميجا تربيع، فبنضرب فوق وتحت في ايه في اوميجا تكعيب، يبقى الاوميجا تربيع هتروح مع اللي تحت، السالب في سالب ده هي هتقلب موجب، هتقلب موجب، يتبقى الاوميجا مضروبه هنا ومضروبه ايه هنا، يبقى عباره عن اوميجا واحده واحده اهو، كاف ناقص الواحد، كاف ناقص الواحد زائد كاف زائد الواحد في اوميجا ايه تربيع اس 8، يعني هيساوي كاف اضرب الاوميجا بقى في دي ودي، يبقى زائد اوميجا كاف ناقص الاوميجا زائد اوميجا تربيع في كاف زائد اوميجا في واحد باوميجا تربيع يساوي الكلام ده برضو بتمانية. تعال نجمع اللي فيها كافات جنب بعضها، دي كاف وكاف وكاف، هناخد منهم الكاف عامل مشترك، هيتبقى لي واحد زائد الاوميجا زائد الاوميجا ايه تربيع زائد الاوميجا تربيع. اكتب البواقي ده بقى ودي، يعني ناقص اوميجا زائد اوميجا تربيع ماشي لكل اس 8، ده كل اس 8 مش بيساوي 8، كل اس 8 كل اس ايه كل اس من اول هنا كده كل اس 8. طيب ده واحد زائد الاوميجا زائد الاوميجا تربيع ده هم بكام بصفر، يبقى دي اختفت. صفت على ايه؟ صفت على سالب اوميجا زائد الاوميجا تربيع الكل اس 8، يعني هيساوي موجب وسالب جذر 3 ت الكل اس 8، يعني هيساوي ايه 3 اس 4، 3 اس 4 يعني بواحد وايه و80، بواحد وايه و80. طيب دي كانت المساله طبعا في 12 ب،
رجعنا لها تاني. طيب نروح نكمل السؤال 14. السؤال 14 بيقول لي اوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم. طيب عشان نجيب الصور المختلفة يبقى محتاجين نجيب النون. اوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى. اوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى، جايب لي النقطة اهي وجايب لي المتجه بتاعه. يبقى جايب لي النقطة عبارة عن سالب 3 و4 و2، وجايب لي النون، النون اهي عبارة عن 1 وسالب 1 و3. خلاص الصور المختلفة احنا عارفين ان نون ضرب ر يساوي نون ضرب الف. طيب نجيب النون نعوض عنها، النون اهي قدامي بواحد وسالب واحد وتلاتة ضرب الر يعني س وصاد وايه وعين هيساوي. لما نضرب نون في الالف يبقى هنا سالب، يبقى سالب 3 وسالب، يبقى سالب كده يعني هيدي مثلا صفر، هيدي صفر. اذا دي الصورة، جابنا كده دي الصورة الايه المتجه، دي الصورة الايه المتجه. طيب محتاجين بقى الصورة القياسية، يبقى هنقول له س زائد، هنقول له اخلف الاشارة مع النقطة، اخلف الاشارة مع النقطة، س زائد 3 ناقص ناقص صاد ناقص 4 زائد ايه، هنا في 3 اهي 3 دي 1 دي سالب دي 3 ماشي، 3 في ايه عين ناقص 2 يساوي 0. ودي الصورة القياسية، ودي الصورة ايه القياسية، دي الصورة القياسية، دي الصورة القياسية. يبقى احنا كده الصورة المتجهة والصورة القياسية. عايزين بقى الصورة العامة، دي سهلة بقى عادي، هتبقى سين، هتبقى سين ناقص صاد زائد 3 ايه، سين ناقص صاد زائد 3 ايه عين يساوي 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 0. وتبقى دي الصورة العامة، دي الصورة العامة. السؤال الثاني بيقول لي اثبت ان النظام الاتي، اثبت ان النظام الاتي له عدد لا نهائي من الحلول ثم اكتب الصور العامة. طالما عدد لا نهائي وهو اداني اصلا مسبقا فكره بهذا الشكل، خلاص يبقى انت علشان تشوف له عدد لا نهائي ازاي، يبقى انت محتاج تجيب المصفوفه ايه الف وتجيب رتبه الف وتجيب ايه ستار ورتبه ستار. طب تعال نشوف المحدد، تعال نجيب المحدد الاول، هو عباره عن ايه نكتبه، تعال نجيب نكتبه الاول رتبه المحدد اللي هو يبقى 1 2 3 2 3 5 3 وسالب 1 و2. طيب في الحالة دي اما انت هنجيب ايه هذا نفكه، يعني هيساوي 1 في 6 زائد 5 بقى 11 على طول، ناقص 2 في احذف صف احذف عمود، يبقى كده 4 ناقص 15 يبقى سالب 11. طيب زائد 3 في الغصف العمود يبقى كده سالب 2 وكمان سالب 9، سالب 2 سالب 9 يبقى سالب 11. طيب واضح ان هنا النتيجة هنا هتساوي 0، النتيجة هنا هتساوي 0 ماشي. طيب في الحالة دي يبقى احنا اذا رتبة الالف هتكون اقل من عدد المجاهيل، يعني وحيث النون دي 3، عدد المجاهيل هنا 3، يعني معنى كده ان رتبة الالف ايه هتساوي 2. طيب تعال نجيب اي محدد صغير، اي محدد صغير لا يساوي 0 تمام، يبقى اذا الرتبة بتاع الالف ب2. طيب في الحالة دي تعال نجيب رتبة الف ستار، رتبة الف ستار لما نيجي نجيبها برضو هتكون اقل من 3، وبرضو محدد برضو لا يساوي ايه 0 لان عشان هي متجانس. في الحالة دي اذا رتبة الالف ستار هتساوي رتبة الالف كل منهم بيساوي 2،
أقل من عدد المجاهيل، أقل من عدد المجاهيل. طالما أقل من عدد المجاهيل إذن إيه؟ إذن يوجد عدد لا نهائي من الحلول. إذن يوجد عدد لا نهائي من الحلول. هو بقى بيقول لي أوجد هذا الحل. عشان تجيب هذا الحل يبقى أنت تفرض إن السين بلام أو بكاف، وتجيب الصاد بدلالتها، وترجع تعوض وتجيب العين. يعني مسألة أنت طبعا سهلة بالنسبة لك. إيه لو أنت حطيت السين مثلا بلام أو بكاف، حط السين بكاف وتعوض وتجيب قيمة الصاد بكام، وتعوض وتجيب العين بكام، وكذا. في وتبقى ايه، عشان بس الفيديو ما يطولش معايا نحل السؤال اللي بعده. اذا كان جايب لي هنا مسألة بسيطة مش فيها حاجة، الالف بجتا سيتا زائد تي جا سيتا، والبي جايب لي الالف في الصورة المثلثية ودي صورة مثلثية، جعاو فإن المقدار نص الف بي زائد واحد على الف بي. طبعا احنا محتاجين نجيب الالف ب ونقسم عليه ونعوض. في الحالة دي، في الحالة دي هتبقى ايه، هتطلع معاك وتصفى معاك على جتا مجموع الزاويتين، يعني الزاوية ستة والزاوية الفا، يبقى الاجابة جي. نشوف السؤال 17، بيقول لي قياس الزاوية، قياس الزاوية بين المستويين. طيب طالما قياس الزاوية بين المستويين، في الحالة دي قياس الزاوية بين المستويين. طيب قياس الزاوية بين المستويين يبقى أنا محتاج النونين، يبقى أنا محتاج نون واحد نستخرجها من المستوى الأولاني، تلاتة وسالب ستة وست وست. طيب في الحالة دي، دي جبت كده أنا إيه، جبت نون واحد، نطلع برضو نون اتنين، فنون اتنين بتساوي واحد وصفر وواحد، واحد وصفر وواحد، من إيه، سين زائد العين ما في الصاد، ما في الصاد، يبقى إذن بكام؟ بصفر. يبقى نون واحد بتلاتة وسالب ستة وست، نون اتنين تساوي واحد وصفر وواحد. يبقى احنا عاوزين الزاوية بينهم، نقول له جتا سيتا بتساوي حاصل الضرب القياسي، تلاتة في واحد بتلاتة، زائد صفر في أي حاجة صفر، زائد واحد في ستة بستة، على جذرين، الجذر الأول في الجذر الثاني. طيب هنا مربع الثلاثة تسعة، مربع الستة ستة وتلاتين، مربع الستة ستة وإيه وتلاتين. طيب في الحالة دي نجيب الجذر الثاني، معياره معيار الواحد واحد تربيع بواحد، زائد تربيع الصفر صفر، تربيع الواحد بواحد، يعني هتساوي إيه؟ نيجي نشوفها هنا، تلاتة وستة تسعة في البسط، هنا 36 36 ادي 72، يبقى اذا 81، يبقى دي جذر 81 في جذر 2، في جذر كام؟ 2، يعني هتساوي 9 على جذر 81 ب 9 جذر 2، 9 تروح مع 9 يبقى ب 1 على جذر 2. يبقى لقينا ان جتا سيتا ب 1 على جذر 2، اذا السيتا هتساوي 1 على ايه؟ السيتا بتساوي 45 درجة، يبقى هنا تطلع ب 45 درجة، يبقى الإجابة نمرة جيم، الإجابة نمرة جيم. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا السؤال 18 جايب لي بيقول لي بدون فك إيه المحدد، بدون فك المحدد اثبت إن المحدد ده سين زائد الألف، سين زائد الألف 2 ألف، وهنا ألف وسين وألف صفر، وألف ناقص السين وسين ناقص الألف يساوي الحاصل ضرب القوسين دول في بعض. طيب خلاص، يبقى احنا عايزين نشوف الفيديو كده كام، ماشي 54، نشوف عاوزين نستخدم دي في السؤال 18. ها يعني هنخلص اهو، بدون فك المحدد ده عايزين نسبة ان الطرفين متساويين. طيب نعمل ايه في المحدد ده؟ المحدد مكتوب قدامي اهو، يبقى احنا شايفين هنا في سين، في سين زائد الالف، وهنا سين زائد الالف واتنين الف. طيب نيجي نبص للمطلوب كده، سين زائد اتنين الف، سين زائد اتنين الف. طيب هنجيبها بقى دي منين؟ لو جينا نقول الصفين دول اهم،
لو انا طرحت دي من ده ماشي بصاد 2 نطرحه من الصف الاولاني ونطرح برضو الصف الثالث من الاولاني. طيب نقول له ايه؟ هنقول له بطرح او صاد 1 هنشيل من نطرح منه صاد 2 وصاد 2 نطرح منه صاد 3. طيب هيقوم يديني ايه؟ هيديني بقى لما اطرح ده من ده هيديني الالف، هيديني السين، ده سين زائد الالف، الالف هيروح مع الالف يتبقى سين، السين هتروح مع السين هيتبقى الالف، اتنين الف شيل الف، اتنين الف شيل الف هيديني الف. طيب في الحالة دي، في الحالة ديت برضو زي ما عملنا في الصف الاولاني برضو هنعمل كده ماشي. يبقى هنا هيديني الف، هيديني سين، هيديني الف. طيب وهنا الف ودي الف ودي سين. طيب بعد ما طرحنا الصف الثاني والثالث، تعالى تعالى نشوف ممكن اجمع الثلاثة، اجمع الثلاثة لان انا شايف هنا سين وشايف الف والف وهو عايز سين زائد اتنين الف، انا عايز اتنين الف، يبقى تعالى نجمع التلات اعمدة مع بعض. يبقى نقول له بجامع التلات اعمدة، يعني العين 1 زائد عين 2 زائد عين ايه 3. هي مسألة المحددات بتحتاج التفكير شوية ان انت ازاي عاوز توصل للمطلوب. طب لما اجمع، طب المجمع التلات اعمدة هحط الناتج فين؟ هحط الناتج في العمود الاولاني. يبقى مين ده اللي هيتغير؟ يبقى نقول له العمود الاولاني اللي هيتغير. طيب اما العمود الاولاني اللي هيتغير يبقى اصبح س زائد 2 الف، س زائد 2 الف، س زائد 2 الف، وننقل الباقي كله زي ما هو، يبقى الف الف س الف والف وس. طيب ده هيساوي ايه برضو تاني؟ هناخد ايه بقى عامل مشترك؟ احنا شايفين هنا س زائد 2 الف اللي هو اول قوس اللي احنا كنا بنحافظ عليه علشان نوصل له. يبقى ناخد س زائد 2 الف عامل مشترك، هناخد س زائد 2 الف عامل مشترك، يتبقى ايه بقى؟ هيتبقى ايه؟ تعالى بقى نشوف، هنكتب البواقي. يبقى ما يبقى هنكتب البواقي. طب البواقي بقى هتبقى ايه؟ هنا 1 ايه، ما نكتب البواقي في الحالة دي. طيب هيبقى احنا خدنا دول كلهم، يبقى هنا 1 1 1 الف الف سين الف والف وسين، تمام. طيب بعد كده احنا عايزين نظهر بقى الصورة المثلثية عادي، عايزين نجيب الصور المثلثية. طيب عشان نجيب الصور المثلثية تعالى بقى نطرح الصف الاولاني من الثاني ماشي، ونطرح برضو الصف الاولاني من الثالث. انا عاوز اخلي دول اصفار، الهدف كل عندي اخلي دول اصفار، فهطرح الاثنين دول، هطرح الصف الاولاني من الاثنين دول ونغير هنا ونغير هنا، يعني هتساوي بهذا الشكل القوس اللي انا محافظ عليه س زائد س زائد 2 الف اللي انا واخده عامل مشترك اهو، في ايه 1 الف الف صفر س ناقص الالف وايه لا دي صفر، هنا س ناقص الالف وهنا صفر وهنا ايه صفر. طيب وهنا كمان صفر صفر س ناقص الالف. طيب خلاص بقينا دي بقت الصوره المثلثيه، يعني هيساوي الطرف ايه الايسر، ادي القوس اهو، ونفك ده اهو، هيطلع س زائد 2 الف، س زائد 2 الف ضرب ايه س ناقص الالف في س ناقص الالف، يعني س ناقص الالف تربيع، تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعده، اخر سؤال، اخر سؤال، السؤال 19، اخر سؤال، السؤال 19 بيقول لي اثبت ان المستقيمين، جايب لي مستقيمين يتقاطعان، عشان اثبت ان المستقيمين دول يتقاطعان، نفس فكرتها كانت في الدور الاول بس الثانيه كان قال اثبت ان هما متخالفان. طب عشان يتقاطعوا يبقى
تعال نشوف ان هم نساور ايه واحد وسي اتنين. ما هم علشان هم هيتقطعوا مع بعض مثلا بهذا الشكل، يبقى احنا هنساوي المركبات السينية والمركبات الصدي. نساوي المركبات السينية هنا مع المركبات السينية، مركبات الصدية مع المركبات الصدي. ونسبة لما مثلا نطلع الكاف واحد والكاف اتنين ونعوض، ونسبة ان المركبة التالتة في المتجه الاول تساوي المركبة التالتة، يبقى هما فعلا بتقطعوا. وهو عكس السؤال ده كده، ان هما بتقطعوا عكس ما يجيبها لك ايه اثبت ان هما متخالفان. طيب نقول له ايه؟ نفس طريقة بسيطة، نقول له ان المتجه واحد ده او المستقيم الاول هذا المستقيم التاني. طيب يبقى دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن صفر. هو هنا صاد، صاد هنقدر نشيلها ونحط ايه متجه الاتجاه بتاعه، يبقى صفر واحد وايه وصفر زائد كاف واحد في كاف واحد في، ناخد المركبات دي يعني تبقى ايه واحد وتلاتة وواحد وايه دي اتنين، واحد واتنين واحد واتنين وسالب واحد. ده المستقيم الاولاني بيساوي المستقيم الثاني، يساوي المستقيم الثاني، بس دي متجهات اتجاه، متجهات اتجاه عاوزين نغير نشيلها ونحط الايه، يبقى واحد وواحد وواحد زائد كاف اتنين في هنا ايه سالب اتنين وسالب اتنين ومفيش عينات، تبقى سالب اتنين سالب اتنين والعين بصفر. تمام تمام. عاوزين بقى هنا نساوي السينات مع السينات والصادات مع الصادات ونسبة ان العين بتساوي العين المركبات. تعال نقول من المعادلة واحد هنجد ان ايه صفر هنا صفر زائد واحد في كاف واحد يساوي واحد زائد سالب اتنين كاف. تمام. يعني اذا هيؤدي ان كاف واحد من المعادلة اللي فوق لان ده بصفر خلاص هيساوي واحد ناقص اتنين كاف، واحد ناقص اتنين كاف اتنين. طيب هنودي الكاف اتنين هناك بجانب اشارة مخالفة، يعني هيؤدي ان كاف واحد زائد اتنين كاف اتنين ماشي يساوي كام؟ يساوي موجب واحد. واعمل دي المعادلة رقم واحد، يعمل دي المعادلة رقم واحد. بالمثل هات المركبة التانية، المركبة التانية يبقى اذا واحد واحد زائد اتنين كاف، واحد زائد اتنين كاف واحد يساوي واحد ناقص برضو اتنين كاف اتنين، واحد ناقص اتنين كاف اتنين. طيب هنخلي الكافات في طرف لوحده والاختصار نختصر برضو على الاتنين بالمرة، يبقى اصبحت كاف واحد كاف واحد زائد كاف اتنين يساوي صفر. دي المعادلة رقم اتنين، ده المعادلة رقم اتنين. طيب نحلهم مع بعض، هنا نحلهم مع بعض بحل المعادلتين ده عشان اطلع كاف واحد وكاف اتنين، يبقى اصبح هنا كام؟ نقول اللي فوق ناقص اللي تحت، اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى كاف الكافات واحد مشت يبقى اتنين كاف وكاف، يبقى كاف اتنين يساوي احنا بنقول هنا اللي فوق ناقص اللي تحت يعني يساوي ايه واحد، يعني يساوي واحد. جبت كاف واحد بواحد، نعوض ونطلع كاف اتنين. ما هي هنا من معادلة اتنين ان كاف واحد هي نفسها سالب كاف اتنين، يبقى ما جبت كاف اتنين بواحد يبقى اذا كاف جبت كاف اتنين بسالب بواحد، جبت كاف اتنين بواحد يبقى كاف واحد زيها بس باشارة مخالفة يبقى سالب واحد، يبقى انا جبت كده كاف واحد وكاف ايه اتنين. طيب عاوزين بقى ان المركبة التالتة لما عوض بها هنا بقى هتطلع متساوية ولا لا. يعني ايه المركبة التالتة؟ هنقوم عاملين كده، عايزين المركبة بتاعت العينات في المستقيم الاول، وهنا المركبة بتاعت ايه العينات، العين اتنين بتاع المستقيم التاني، بتاع المستقيم التاني. هل يا ترى هيتساوي بعد ما نعوض بكاف؟ هنجدهم ان هم فعلا متساويين، هنجدهم ان هم فعلا ايه متساويين خلاص. طيب في الحالة دي عايز تتأكد مثلا هتبقى هنا إيه سالب، سالب هتجيب هنا سالب كاف واحد
وهاتي هنا إيه بكام. يعني اذا في الحالة دي هنجد ان المعادلة التالتة هتكون يعني ماشي هتكون شكلها كالتالي، ان المركبة دي اللي هي صفر وواحد دي اللي هي دي اللي هي دي هنعوض عن كاف واحد وكاف اتنين، هنعوض هنا في المعادلتين عن كاف واحد وكاف اتنين، يبقى صفر وواحد وصفر ناقص، ما انا جبت كاف واحد بايه بسالب واحد، ناقص واحد في المركبة كلها واحد واثنين وسالب ايه وسالب واحد. طيب نطرح بقى في الحالة دي، اذا صفر ناقص ناقص واحد يعني واحد، و هتبقى دي سالب واحد طيب وسالب واحد برضو وواحد، يبقى هي دي كمان نقطة التقاطع بتاع المستقيمين. ماشي أبناء الطلبة والطالبات، كده خلصت النموذج الدور الثاني 2019، دور ثاني 2019 جبر وهندسة فراغية. ما تنساش إذا كنت بتشوف القناة لأول مرة تشترك في القناة واعمل لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، وشكرا لكم، كان معكم صالح عبد العال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.